إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر جديد من هنا من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أحد الملاعب المعروفة هنا بالمدينة القديمة والمسمات ملعب شبروكس. هنا أمامنا مباشرة دوري وما يسمى برمضانية كأس العالم للكتاكيت والبراعم والصغار بمشاركة فريق النسوي للصغيرات. لاحظوا معايا يعني ثلاث فائزين الان، مقابله اللي كتجري الان بين الصغيرات اللي طلقوا على نفسهم اسم منتخب وطني واللي بقوا في المباراه النهائيه مع الفريق اللي كيمثل فرنسا. اذا معنا اولا على معنا انا واحد الام ديال السلام عليكم. السلام عليكم. عواشر مبروكه بعدا. الله يبارك فيك اسيدي، الله يبارك فيك، الله يخلي لك صحتك. انتم حاضرين هنا باش تشجعوا الوليدات ديالكم؟ اييه، الله يحفظ لنا السي المرضي. الحمد لله. اييه، هذا الدوري اللي انتم حاضرين ليه، علاش مثلا هذا راه سؤال شويه ولكن غادي نسولك، علاش انتم مثلا فايقين في الصباح وجينا باش تحضروا معاهم هنا لهذا الدوري هذا؟ باش داكشي اللي ما درناهش حنايا في حياتنا يديروا بنياتنا ان شاء الله. انت عندك بنيه؟ عندي بنيه. الله يخليها لك. الله يخلي لك صحتك. بنتك هي لعبه مع الدريات؟ الدريات هي اللي لعبه مع المرضي. وما لاحظتيش بان الدريات لاعبين مع دراري يعني؟ لاعبين مع دراري تبارك الله، ومزيرين شادين معاهم الله يحفظك. مزيرين معاهم؟ مزيرين تبارك الله. دابا المراه واقيلا ولونا خافوا منها. لا نعم التعادل. الله يحفظهم، يحفظ لنا المدرب مشجعنا ومعاوننا تبارك الله. هذه قال لي قال لي مباراه ديال النهايه يعني. اه هذه النهايه ديال هذه النهايه. شحال في عمرها كنت تتقرا في الثالث؟ الثالث؟ اه. كتلعب كره مزيان؟ كتلعب زوين. عزيز على كره من صغرها؟ عزيزه عليها كره، داك الشيء باش جبتها. غنتكاب معاه وانا راه بعيد عرفتي من الهراويين. كتجي من الهراويين؟ ومن الهراويين السبعه لقاتني هنا معاه كتديني. يعني هادشي حب. باش بنتي تلحق داكشي اللي ما درتيش في حياتي نديرو لبنتي ان شاء الله يا ربي تولي لي بطل. الله يحفظك. جايه من منطقه الهراويين؟ من منطقه ها والله الا لا السبعه قلت لك لقاتني هنا كنكمع. لا حول ولا قوه. باش وحيده راداها لي الوداد، وحيده باقه معاه هنا ان شاء الله حتى هي نبقى نتكابر معاها. شوفي الله يخليها لك ويحييوك، انت دابا انت ونعم المراه. الله يخلي لك صحتك. نموذج للمراه المغربيه. الله يحفظك. مكافحه اللي كتكافح مع وليداتها حتى يوصلوا. الله يشد لك في صحيحتك، الله يشد لك. انك تشوفيها كما بغيتي. امين يا ربي امين، وعطانا ورزقنا ربي بمدرب رائع، العدل عنده العدل. الحمد لله. صافي. عنده بحال الدريه بحال الدريه. الله يحفظك، اللي عنده في رجله عنده وصافي يدوز. نشوفوا هذه الام هذه تاهي. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندك بنيه ولا وليد؟ انا عندي وليد. الله يخليك اختي. امين الله يبارك فيك. الله يخليك. ديري الميكرو عندك شويه. الوليد عندك شحال في عمره؟ عنده 9 سنين. 9 سنين؟ 9 سنين. كويري مزيان زعما؟ تيلعب. تيلعب المول عزيز عليه الكرة. عزيز عليه الكرة. تجي من شي بلاصه بعيده ولا هنا؟ لا انا شويه قريبه هنايا. قريبه. تاتي صبحتي الصباح جي هنا مع الوليدات؟ نجي مع ولدي كيما بغى يمشي يمشي معاه. شنو السر اللي كيخليكم مثلا كتشجعوا ابناء ديالكم يعني كتنوضوا الصباح وما كيهمكم الا مثلا رمضان يعني كتنوض الصباح؟ هو الحب ديال الرياضه وصافي بصفه عامه. الرياضه كتعاون الدراري. الحب ديال المواكبه ديال الوليد انك خصك تواكبي الوليد. خصو شي حاجه اللي يديرها اللي لقى راسو فاتها هويا. دابا الابن ديالك دابا شغوف كرة القدم. عزيز على الكرة. واش هو من داك اللي مشاركين دابا في النهاية؟ حتى هو مشاركين لعب بعدا كان هو مع البنات الماتش الأول. الماتش الأول؟ اه. يعني الماتش الأخير ديال الإقصاء الأول ديال نصف النهاية وقيلا. ديال النهاية هذا الآخر اللي كيلعبوا دابا. لا هو دابا واش لعب هو في هذا الماتش؟ اه لعب فيه. إذا لعب في هذا النهاية. لعب فيه. لعب في النهاية. الله يخلي لك الوليد ان شاء الله. اللهم آمين أخويا. ويعاونكم عليه ان شاء الله. اللهم آمين أخويا إلا لا يخطاك. شكرا بزاف. شكرا بزاف.
معنا المدرب الاخ المرضي اللي كنشكروه بمناسبه على اقامه ديال هذا الدوري هذا، واللي غادي نسولو على السر علاش الدريات الصغار لاعبين مع الدريات الصغار. هذا بالنسبه لي هذا بقى لي سر خصني نعرفوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. رضوان المرضي رئيس الجمعيه المغربيه للتكوين التربوي والرياضي. سر في اقامه هذا الدوري هذا لانه اصبح سنه في كل رمضان كنديروا دوري كينشطوا فيه الوليدات، وهذا العام هذا درناه واحد النكهه خاصه هو انه شاركنا العنصر النسوي والفريق النسوي، نظرا اولا لتواجد فريق نسوي داخل الجمعيه، وثانيا باش يكون واحد الاحتكاك وسيرتو في هاد السن هذا باقيين صغار وهذا، اذا فرصه لهاد البنيه هذه باش تمارس او اجل الاحتكاك ديال الفتيات بطبيعه الحال، حيت الا لعبوا مع الدراري غيطلعوا مثلا قاصحين. هادشي اللي كاين هذا هو السر خطير. بصح لان باش كتلقى واحد النيفو بالنسبه للبنيات راه قليل بزاف، اللي كتلقى بنيات اللي كي يعني في النيفو ديال الكره وهذا قلال، ولكن حنا كنستغلوا هذه الفرصه هذه كنلعبوا مع الوليدات لان النيفو ديالهم طالع وهذا. اللي كيلعبوا مثلا مع دريات اخرين كيكون مثلا النيفو ثقيل، فهمتي؟ ما هنا دابا شوف دابا تبارك الله الكره كتمشي بواحد الوتيره سريعه كتلقى البنيات دابا راه الا شاركوا في شي مشاركه اللي نسويه غيكونوا مديين على انهم يلعبوا مع الدري، غيكون قاصحين شويه على ذوك الاخرين اللي مثلا بطبيعه الحال هذا الدريات اللي كاينين دابا هنا الا شاركوا في شي دوري مثلا اللي فيه غير الدريات غيكونوا قاصحين على ذوك الدريات لانهم ولفوا الاحتكاك بالرجال الدراري الصغار. هذا هو السر وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف ديالنا حنا. اذا هدف جميل هذا السر. صح. ودابا البنيات دابا هادو تبارك الله راه ما كتربحهم حتى فرقه في هذا اللاج ديالهم. هذه اللي قلت لك يعني هذا الدليل انه الاحتكاك مع الدراري الصغار. مع الدراري صح. هاد الدوري اش مسمينو دابا نتوما؟ هذا بمناسبه ديال المشاركه ديال الفريق الوطني المغربي والمشاركه ديالو اللي كانت متميزه والصدى اللي خلاه في كاس العالم، ارتئينا باش نسميو هاد الدوري هذا العام الدوري كاس العالم الرمضاني. كاس العالم الرمضاني. الرمضاني. المشاركه ديال ثلاث فئات. كاين ثلاثه ديال الفئات. كاين فئه ديال الكتاكيت هادو، وكاين البراعم، وكاين الصغار. والفريق ديال الصغار مشارك فيه فريق نسوي. الاسبوع الجاي ان شاء الله غيكون عندهم النهايات. قلتي لي هاد الصغيرات قلتي مسمين راسهم مع المنتخب الوطني. دابا كل فريق حنا باش عطينا كل فريق الاختيار اسم ومنتخب معين. الفريق النسوي عندنا اختار الفريق الوطني المغربي. هذا اللي وصل النهايه. اللي وصل النهايه والاخ الفريق الفرنسي. ووصلوا النهايه على حساب الفريق الانجليزي. ياك. وهاد الفريق اللي لاعبين معاه دابا ممثل في الفريق الفرنسي. الفرنسي. يعني باش تكون ديك مزيج كاس العالم اسم على موسم مثلا. حتى من الجائزه جبنا اليوم كاس العالم صغير. رشهم كاس العالم صغير. يعني هادشي زوين. ودوك الاخرين بحال عصبه ابطال دوك. هادوك غادي ياخذهم احسن لاعب. هذيك احسن لاعب. يعني شنو السر ديال مثلا ديال خويا رضوان؟ شنو السر ديال ان الحب ديال الاطفال وتلمدوا على يدك عدد من اللاعبين اللي الان كيلعبوا في الفريق الوطني. اش نقول لك؟ يعني انت غير أول انت غايب على الاضواء. ما عرفتش شنو السبب. ايوا اش غادي نقول لك اخويا؟ لا غايب على الاضواء غير في كتخدم العمل ديالي راه باين، ولكن حنا ما كنبانوش في الصوره. كتبغي خدمه بالظل. يعني انت للاسف للاسف بزاف ديال الاعمال ديالنا اللي خداوها ناس اخرين. عطيني شي لعابه اللي دازوا عليك. انا كاين لعابه كثار، كاين لعابه كثار يعني من البدايه حتى لدابا راه تقريبا راه اسماء مثلا اللي الان راه بارزه اللي في الساحه اللي كيلعبوا الان اللي حاليا او اللي بارزوا مثلا اللي ربما اعتزلوا مثلا كرة القدم، شي لعابه اللي دازوا على يد رضوان المرضي. كاين مجموعه ديال اللعابه اللي تقريبا لعبوا في فرق وطنيه، محمد بورجي، عمر بحافي، المدرب ديال كان ديال الزمامره والعديد يونس زروق، هذيك كذلك لاعب ديال المنتخب الوطني. هادو تكونوا.
تكون. وكاينين مجموعه ديال اللاعبين اللي مروا من الفريق بحال رضا الهجوز بحال الاسرير، هادو حتى هما مروا من الفريق ديالنا. الهجوز لاعب السابق ديال الفريق الوداد. كاين دابا حاليا كاين ايوب القاسمي ديال الفتح، وكاين مجموعه لنا ما كنستحضرش كاع الاسماء، ولكن يسمحوا لي اللاعبين الاخرين لان راه بزاف ديال اللعابه راه كثار تبارك الله. وكاين اللي كيلعب دابا في الفرق الوطنيه اللي يلاه دابا بداوا المشوار ديالهم بحال عادل تاحي في بركان ديال الشباب المحليه. اي وكاين لاعبين اللي دابا محترفين في اوروبا بحال اسامه ترغالين بحال هادو تقريبا تكونوا في اكاديميه محمد السادس. والمناسبه كان لي الشرف بانني كنت من الناس اللي حطوا الدعائم الاساسيه لاكاديميه محمد السادس، وكان تقريبا هاد النواه اللي كاينه هنا في الدار البيضاء لان كان عبد ربي هو المؤسس ديالها مع السيد المدير السابق ناصر لارقيط. واللي كنتمنى هو ان هاد وليدات هادو يمشيو في هاد الاتجاه هذا وما يوقفوش، وكنتمناو ان يكون عندنا حتى حنا الدعم باش نستمروا في هاد المجال هذا. وحتى الفريق النسوي راه كاينه مجموعه ديال البنيات اللي تقريبا كيلعبوا في فرق وطنيه وكيلعبوا في المنتخب الوطني بحال فاطمه تاكناوت راه مرات من عندنا. بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي حاليا الفريق النسوي راه كاينه زبيده البسطالي، فريق سبورتينغ راه كاين حارسه المرمى ايمان، وكاينه حارسه الاخرى بامبارا، كاينه لاعبه كتلعب في الولايات الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه كوثر الماحي. كاين مجموعه ديال البنيات ما كنستحضرش الاسماء كامل. باقي العمل القاعدي باقي هو العمل القاعدي، باقي لحد الان كتلعب بهاد الوليدات مثلا الصغيورين هادو اللي كتشوفهم الان اللي غدي ان شاء الله اكيد غادي يكونوا فيهم نجوم ديال المستقبل. ضروري الكرة القدم الوطنية ضروري، يعني باقي العمل القاعدي باقي خدام. انا كنعتمد على العمل القاعدي وعلى لا فورماسيون وعلى التنقيب، هادو هما الاساسيات اللي كنعتمد عليها في المجال ديالي. والحمد لله راه حنا ناجحين بفضل الله تعالى. الحمد لله. كنتمنوك مسيره موفقه ان شاء الله. شكرا جزيلا. النهايه قلتي لي النهايه الاسبوع الجاي غيكون عندنا النهايه ديال الصغير والصغيرات ان شاء الله بحول الله. وكنهنوك على هذا العمل القاعدي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يجعلك في ميزان الحسنات. شكرا جزيلا. وكان بهذه المناسبه كنشكروا مقاطعه سيدي بليوط لان فتحت لنا المجال وفي هذه الملاعب ديال القرب، لان لولا هذه الملاعب هذو راه الوليدات ما عندهم هذه البنيات راه ما عندهم فين يمشي. أكيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. معكم شويه في هذا اللقاء. مرحبا مرحبا. التعليق على هذا اللقاء هذا ان شاء الله. النتيجه دابا شحال؟ 2-1 راه لقي الفريق الوطني المغربي اللي منتصر. الدريات. الدريات. لا 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 قالت لك اي هذه الكره بنت اخذ لا بنت كرابحه بالصحه والراحه. اذا مرحبا مرحبا. اذا كيف ما تبعتوا معنا وسمعتوا على لسان المدير التقني ديال هاد الفئات واللي تلمدوا على يدو العديد من اللاعبين اللي برزوا واللي منهم مشاو للمنتخبات الوطنيه وشكلوا الدعامات الاساسيه ديالها. فالان كيتم يعني هذه سابقه من النوع ديالها. انا بالنسبه لي كنتكلم على نفسي كنقول بانها سابقه انه نشوفوا الصغيرات يعني الى جوار الصغار لاعبين لقاء نتيجة إصابتين مقابل إصابة واحدة. عليكم السلام ولدي. هذا البطل كويري هذا البطل هذا ياك. عليك تولي. اجي ولدي كلشي وليداتنا. طال مرضي هما هادو ان شاء الله. الناس بداو هما الاولين حتى هما. ديما ديما مغرب ياك. ديما ديما مغرب. ما سمعتكمش. ديما ديما مغرب. مرضي. ديما ديما. دابا الدريات قالوا لي رابحين الدريات. رابحين. والدريات رابحين لكم. شحال رابحين لهم؟ جوج لواحد. او جوج لواحد. فين هما الدراري اللي خاسرين بجوج لواحد؟ فين هما؟ هادو كاملين. ماشي مشكل. ماشي مشكل ماشي مشكل. عرفتي شنو هو المهم؟ المهم هي اللعب لاعبين. الروح الرياضيه. الروح الرياضيه وملي تلعبوا مع واحدين اخرين ما تخسروش، صافي فهمتي؟ ملي كتلعبوا مع البراني ما كتخسروش. صحتكم.
مبروك عليكم رمضان. الله يبارك فيك. ديما ديما مغرب. ديما ديما مغرب. إذا الحمد لله الله يخليهم لكم. إذا تبعتوا معايا مشاهدينا الأوفياء هذه اللقطات الجميلة مع الصغار والصغيرات اللي مشاركين في هذا الدوري، وبالمناسبة مرة أخرى كنحييو القائمين على هذا الدوري هذا، اللي أكيد غدا أو بعد غدا أكيد غادي نشوفوا ما بين هاد الفتيات الصغيرات هاد الكتاكيت وهاد البراعم سواء ذكور أو إناث، أكيد غادي نشوفوا مستقبلا نقدروا من هنا من هاد الأحياء هادو نقدروا غادي نلقاو ناس اللي غادي يمثلوا وغادي يرفعوا الراية الوطنية في المحافل الدولية. إذا كنتمناو أنه يتم تتمين هاد العمل القاعدي والمساهمة في يعني التنميه ديالو. لاحظوا معايا، اذا الان نشوف بلاتي ما شفتش كاس العالم، انا ويلي كاس العالم. مبروك عليكم. يلا شنو كتقول لهم؟ شنو كتقول لنا على كاس العالم اللي ربحتي دابا؟ شنو كتقول لنا؟ اعطينا شي كلمه على كاس العالم اللي ربحتي دابا، قول لنا شي كلمه. قول مبروك علينا. مبروك علينا. قولي ربحناهم بجد واحد. أيه. وانتصرنا على جدار واستحقاق، يعني استحقيتوا الفوز. دابا ربحتوهم انتوما يعني بكره باش ربحتوهم. ياك، اذا هنيئا لك. اذا كيف كتلاحظوا هذا الشيء كله كيبقى تشجيع الوليدات الصغيورين. الان ميداليات راه اذا الفتيات الصغيرات هما اللي فازوا بهذا الدوري هذا. لاحظوا معايا مجسم لكأس العالم، من شأن هذا الشيء هذا أنه يشجع هاد الوليدات هادو على، وكنعرفوا بأنه الإنجاز اللي قام به المنتخب الوطني المغربي سواء في الذكور أو الإناث، خصوصا الذكور، الوصول إلى نصف نهاية كأس العالم قطر 2022، فأعطى واحد الشحنة واحد الدفعة قوية، ماشي فقط غير المنتخب الوطني بل كل العاملين في المجال الرياضي خصوصا كرة القدم، أنهم يحاولوا يستثمروا هذا الإنجاز هذا ويمشيوا على الطريق الصحيح ويعطونا أبطال وبطلات ديال المستقبل إن شاء الله. وهذا الشيء اللي كنتمناوه، أكيد هذا الشيء اللي كنتمناوه. كما قلت المهم من هذا الدوري هذا ماشي هو من الفائز بقدر الفائز هو الروح الرياضيه، الفائز هو هذا العمل القاعدي، هذا التكوين لهذ الوليدات وهذ الفتيات وهذ الفتيان اللي كما قلت غدا او بعد غدا ان شاء الله اكيد غادي نشوفوا من بين هادو غادي نشوفوا ابطال اللي غادي يحملوا الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه. اذا على هذه الصور الجميله، على هاد الاباء اللي كما قلت مخصصين واحد الوقت واحد الجهد لهاد الابناء ديالهم وهاد الوليدات وهاد الفلدات ديال الاكباد ديالهم، واللي كنحييهم على هاد الوقوف ديالهم بجانب الابناء ديالهم من اجل ممارسه الهوايه المفضله اليوم واللي هي كره القدم. اذا على هاد الصور الجميله غتلعبوا انتوما دابا ولا ساليتو؟ انتوما في الويد انتوما على الوداد ولا تنشوف؟ ترى قال لي راه ربحتوا البارح انتوما، يلا جي بوسيسيون انتوما. لا يلا غنمشيو. يلا غتمشيو كتلعبوا مع الوداد؟ شكون اللي فيكم كويره؟ هي بجوجكم ولا وحده؟ بجوجكم. اسمن بوست كتلعبي فيه انت؟ لا ريال دروا. اي صافي دابا العملود، دابا انت العملود ديال الدريات. انت ابا سونتر. ناري عرفتي صومبو دابا انت. مبروك عليكم. الله يوفقكم ابنتي، الله يوفقكم. اذا صراحه هذه اجواء جميله ورائعه جدا في هذا الجو الرمضاني الجميل. اذا هذه هي اجي تصوروا معنا لي طاروا اجي. إذا هذه الأجواء الرائعة هنا بهذا الملعب، ملعب شبروكس بالمدينة القديمة. إذا هذه الفتيات كما لاحظتوا فمتجهين صوب مركب بنجلون، اللي كما قلت هذا الشيء اللي تكلمنا قبل قليل بأنه وصول المنتخب الوطني المغربي نصف نهاية كأس العالم، وكذلك الفريق النسوي اللي شارك كأس العالم بالهند، وكذلك
فريق النسوي اللي غادي يشارك في نيوزيلندا كاس العالم المقبله، فاعطى حافز واعطى دفعه وشحنه قويه لكل الفئات السنيه والعمريه لولوج عالم كره القدم من اوسع الابواب. وهذا كما قلت من شأنه انه يعطي واحد الاضافه على المستوى ماشي فقط القاري او المحلي، غادي يعطي واحد الاضافه على المستوى العالمي. إذن تحية لكل من يعمل بجد لصالح هذا الوطن في جميع الرياضات، ماشي فقط في رياضة كرة القدم، جميع المجالات سواء سياسية اقتصادية، الكل بدون استثناء. إذا ما بقى لي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم وعلى هذه الصور الجميلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مراسل شوف تي في مصطفى القرناوي، يحييكم. أعطيني كلمة ودي. قول 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 بصحتك بعدا. مبروك عليك. مبروك عليك. مبروك عليك. قول مبروك عليك. ربحتو؟ لا ما ماشي مشكل، ولكن بقيتو في النهاية. بقيتو في النهاية. اش من فريق مثلتي أنت؟ قالوا لي مثلتي فريق فرنسي. ها؟ مثلتي فريق فرنسي قالوا لي أنت. لعبتو مع الدريات اليوم. لعبتو مع الدريات. قضية فرنسا أنت. كنت مع ولكن مثلتو الدريات. لعبتو مع الدريات أنتوما. لعبنا ضدهم. لا وشحال النتيجة كانت؟ شحال درتو؟ رجل واحد خسرنا. خسرتو نتوما رجل واحد؟ وانا باكيت بيوت. باكيت بيوت انا بيت. صافي شوف دابا انت بطال بطال بطال. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك هذه الميداليه. الله يخلي لك خويا عزيز. الله يخليك خويا عزيز. الله يخليك خويا عزيز. الله يحفظك. الله يحفظك. الله بسلامة. بطل ديالي سلامة. الله كون بسلامة. سلامة. 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 إذن صراحة أجواء جميلة جدا. إذا ما بقى لي إلا ودعكم كما قلت على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في يحييكم. إلى اللقاء.